الهدف الذي ذهب لأجله دكتور مرزوقي قد نفذه، هو نجح فيه، هو وضع العين على الحصار الذي تعرض له غزة. الأسطول القادم يجب أن يكون أسطول حرية من غزة ليكسر الحصار الصهيوني على تونس. يعني رأينا ناس في صف الصهاينة لمجرد أنه المنصف المرزوقي، موقف مخزي، موقف مهين، موقف مذل، وهو أمر مفهوم. سيكون هناك تصعيد، ستكون هناك مظاهرات أمام سفارة الولايات المتحدة، ستكون هناك مظاهرات أمام وزارة الخارجية التونسية، وإذا لزم سنمنع عنهم المعبد الغريبة حتى إذا لزم الأمر سنمنع الحاجيج اليهود من المعبد الغريبة حتى يتم إطلاق سراح الدكتور مصطفى مرزوقي. والشعب كله معاك يا حقوقي. غزة غزة رمز العزة، غزة غزة رمز العزة، غزة غزة رمز العزة. الشعب يريد تحرير فلسطين، الشعب يريد تحرير فلسطين. معظم الشعب التونسي غاضب على التجاوز اللي صار من قبل إسرائيل. احنا خرجنا الليلة باش نعبروا على الغضب نتاعنا، كيفاش يتجرؤوا ومعناها توصل بهم الجرأة يوصلوا يعملوا يحتجزوا رئيسنا السابق، فهمت؟ غزة غزة رمز العزة، غزة غزة رمز العزة، غزة غزة رمز العزة. ايه يا مرزوقي والشعب مرزوقي، اوه يا مرزوقي والشعب، اوه يا مرزوقي والشعب كله معاك يا مظلمة كبرى. أين أنت يا لوني؟ والإرهاب على برا، تونس حرة حرة حرة، والإرهاب على برا. تونس بالدم نفدي حماس، حريتنا لا تدس، بالدم نفدي حماس. فري 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 مرزوقي، فري 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 مرزوقي. يعني منذ ساعة ونصف تقريبا الدكتور مرزوقي كلم مدير مكتبه في تونس وأعلموا أنه سيقع، أنه السلطات الإسرائيلية أعلمتهم بأنه سيقع ترحيل الدكتور مرزوقي غدا السادسة صباحا بتوقيت فلسطين المحتلة نحو باريس، يكون الوصول إلى باريس الساعة 10 بتوقيت باريس. هذا آخر خبر عنه. يعني منذ البداية العملية هي عملية رمزية، لا أحد يتصور أنه بسفينة أو خمس سفن سيكسر الحصار على غزة. العملية تؤكد التزامنا كتونسيين بقضية غزة، التزام الدكتور مرزوقي كحقوقي وكمناضل عروبي بهذه القضية. يعني خلينا نقول اللي الدولة في تونس والحكومة بالذات لم تتصرف كحكومة حريصة على القضايا العادلة مثل قضية فلسطين، وحريصة على سلامة مواطنيها. يا صهيوني يا شباب الحقوق لا يعاد، يا صهيوني يا شباب.